وقع الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي قانوناً يقضي باستدعاء الجنود الذين يؤدون الخدمة العسكرية وفق عقود خاصة كجنود احتياط، ويهدف القانون إلى دعم الوحدات العسكرية الأوكرانية من أجل التصدي لأي تهديدات للأمن القومي الأوكراني. كما ينص القانون على فرض المسؤولية الجنائية عن التهرب من الخدمة العسكرية أو التسجيل العسكري أو معسكرات التدريب.